الفاتحة لروح مولانا الشيخ محمد بن طيب من علماء الكبار توفي الأسبوع الماضي من عنده يعني مرض في الكبد وأضع عمره بدعوة لآخر لحظة رغم المرض العضلي اللي في الكبد كان لآخر لحظة يعني يستضيفوه في البرامج وكان يحضر في المساجد وكان يجيب على أسئلة الناس وكان لآخر لحظة يعني مهتم بالقيام بما يعني أقامه الله فيه من دعوة وكان حسن الخلق ولنا في الأخلاق الدكتور محمد بن خير رحمه الله فتح لروحي ومكل علماء المسلمين وعلماء مشايخنا ونفعنا بهم ويبارك فيهم ولا يكن بعدهم ولا يكن أجرهم ولا يكن أجرهم. ان شاء الله من الخميس القادم هيبقى الدرس في المسجد تحت عشان اوسع شويه. فان شاء الله هنصلي عشاء الخميس في المسجد اسفل اللي هو المكان الاوسع يعني ان شاء الله مكان ما كنا معتكفين كتير. عرفت يا الوهاب؟ ها؟ الخميس القادم هنصلي العشاء في تحت يعني تحت عشان المكان اوسع. هو أحضر العم كويس؟ الحمد لله. لا شيء هو كان تتمم من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ودارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد لنا الدعوه الى الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا فيما يرضيك اما لنا وفقنا يا ربي وسلم المسلمين وتحب وترضى وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين واغفر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام هذا العام كل عام. اما بعد نكمل قراءه حاشيه الشيخ ابراهيم البيهوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن غير التقريب للقاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بالعلمين في الدارين امين في القياده الشافعيه. وقلنا وقفنا على انه يحرم صيام خمسه ايام وهما يومي العيدين وثلاثه ايام التشريق يبقى دول خمسه يحرم صيامهم ولا ينعقد وياثم يعني ان صمهم ياثم ولا ينعقد صومه كحائض تريد ان تصلي فلا ينعقد لها الصلاة وتأثم كحائض تريد أن تصوم لا ينعقد لها صوم وتأثم إن أرادت كذلك المسلم إن أراد أن يصوم هذه الأيام الخمسة وعقد النية على ذلك يأثم من نية يأثم ولا ينعقد صوم يبقى دول خمس أيام. ثم بعد ذلك قال ويكره تحريما يعني بلا سبب صوم يوم الشك ويكره تحريما صوم يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان غيم اذا كان ليله الثلاثين شعبان في غيم حاله بين رؤيه الهلال يبقى ده يسمى يوم الشك فنتم حجه شهر شعبان ثلاثين يوم. لكن لو كان يوم صحو الليله صحو ليه غيم فيها ولم يظهر الهلال يبقى ده 30 شعبان يقينا يبقى مش يوم شك. يبقى يوم الشك لما يكون في ليله فيها غيم وهذه الليله تكون 30 شعبان فيكون في احتمال ان يكون هناك هلال ولم يظهر بسبب الغيم عشان كده سميناها ليله الشك.
فبمناسب بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوم، مش كده برضه؟ خصوصا ان الهلال لابد ان يظهر بعد غروب الشمس ولو لحظه عشان يثبت ان دي اول ليله من رمضان، فان ظهر الهلال قبل غروب الشمس ليس هي اول ليله من رمضان، فلازم يثبت بعد غروب الشمس ولو لحظه. فان منعنا من رؤيه الهلال غير في ليله 30 شعبان يبقى اليوم ده اسمه يوم الشك، هو ده اللي يكره صومه تحريما، الكراهه التحريم. لا يعني لما بيجي في رمضان برضه تيجي ليله 29 ليله 30 رمضان. ما انا واخد بالك، ما انا ما بيبقاش شك، بيبقى يقين يقينا. بس لو في غيم وما شفناش الهلال في احتمال برضه ان كان يبقى بكره العيد. مش احتمال بل ده هنصوم. يبقى هنا هنصوم، لا ده هنا هيبقى بالعكس. واخد بالك، هيبقى العكس بما يحرم فطره. والثاني يكره تحريما صومه. لان استصحاب للاصل، لان الاصل ان انا في شعبان مش صايم، والاصل ان انا في رمضان تأويله صايم. فقاعده استصحاب الاصل وان اليقين لا يزول بالشك، لان انا في رمضان يقينا، فاذا شكيت ما خرجتش منه. مش كده برضه؟ في بعض بقى الصور يجوز فيها صيام يوم الشك، دي اللي احنا واقفين عليها. في بعض الصور ممكن ليه يوم الشك تصومه بلا كراهه. ايه هي بقى؟ واشار المصنف لبعض الصور لهذا السبب بقوله الا ان يوافق عاده له، فان كان يوم الشك ده وافق يوم اثنين او خميس وهو متعود طول السنه بيصوم اثنين وخميس يبقى يصوم كويس، أو يوافق نذر، يعني كان نذر يصوم يوم من شعبان وما صاموش لسه فله أن يصوم أقل النذر، أو إنه بيوافق عادة له كان بيصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، وده في الدورة بتاعته جاي له على يوم الصيام فيصوم، أو جاي مثلا مع كفارة، كفارة صيام كان سايم 3 أيام فده ثالث يوم، أو عايز يصوم كفارة صيام فهيصوم يوم منه. كل ده يعني هذه الصور جائزه يبقى، لكن ان يصوموا احتياطا ليكون من رمضان هو ده بقى الصوره اللي ايه اللي مكروهه تحريما. واضح؟ الا ان وافق عاد له في تطوعه كمن عادته صيام يوم وافطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك ايضا عن قضاء ونذر، ويوم الشك ويوم 30 من شعبان اذا لم يرى الهلال ليله مع الصح وتحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه او شهد برؤيته صبيان او عبيد او فسقا. احنا واقفين على دي؟ واقفين على دي ولا واقفين على دي؟ تمام، احنا واقفين على شغل. طب يبقى هو هنا بيقول لك ان صيام الشك ده اما يبقى اذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحوة، هي مع صحوة السماء لعدم الغيم فيها، أو مع الغيم، فليس اليوم يوم شك، بل هو من شعبان. فبيقول هنا إيه؟ وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب، وإنما اقتصر عليه لأنه هو الوارد في خبر لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوما فليصومه. ده الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم يوما فليصوم. وهنا رجل مش مقصود به الذكوره، يعني الا مكلف، الا مكلف هتدخل فيه المراه بقى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل هنا على سبيل التغليب بس وليس على سبيل التخصيص بالحكم في الرجوله. وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب، فلو صامه بلا سبب لم يصح كالعيدين وايام التشريق، ومثل يوم الشك في حرمة صومه بلا سبب النصف الثاني من شعبان لخبر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه ابو داود وغيره، هذا ان لم يصله بما قبله ولو بيوم ويستمر على الصوم الى اخره، فلو وصله بما قبله ثم افطر فيه حرم عليه
الصوم ثانيا بلا سبب. يبقى النصف الثاني من شعبان برضه مكروه الصيام فيه، لان وارد حديث صحيح مسلم كمان غير ابو داوود رواه الامام مسلم في صحيحه والامام ابي داوود في سننه ان اذا انتصف شعبان فلا صيام، اذا انتصف شعبان فلا صيام. برضه لمن ليست له عاده او لم يكن في النصف الاول او ليس عليه قضاء او نذر او كفاره بهذه القيود. فان كان له عاده او صام في النصف الاول يبقى له ان يصوم في النصف الثاني بلا بأس. كويس؟ طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لان من ليست له عاده لو صام في النصف الثاني من شعبان قد يبرأ عن صيام الفريضه، على ما يجي رمضان وهو مش متعود على الصيام وهو الفريضه لان نفسه مريض مش قادر يصوم الفريضه. فالاحسن انه يستعد له بانه يمتنع عن الصوم لانه الصوم قد يبرأ. انما اللي متعود وليه عاده صيام وعارف ان نفسه جسمه بيتحمل هذا فلا باس يصوم في النصف الثاني، لان هو مجرب نفسه بحيث لما يجي رمضان يقدر ان هو يستمر في الصوم. زي بالظبط واحد عارف نفسه ان لما يقيم الليل بيضيع عليه صلاه الفجر جماعه، نقول له ما تقيمش الليل لان الفجر اولى من انك تصلي طول الليل وتيجي قبل الفجر الساعه 2 تضيع صلاه الفجر. الفجر فريض وكان الليل سنه، تقوم تصلي لي 100 ركعه بالليل وتضيع ركعتين الفريضه وهي افضل من 100 ركعه اللي انت صليتها. وده فعل عباد الجهل، اللي عباد الجهل يعمل كده بيهتم بالسنن قوي ويأثر في الفرائض لانه عادي جاهل. انما العلماء بيهتم بالفرائض جدا والسنن حسب ما يتأثر بقدر الامكان وما يبالغش فيها عشان يعرف يواظب عليها، لا يبالغ فيها عشان المواظبه على السنه دي سنه اخرى. يبقى السنه اللي كان بالسنه وسنه ثانيه انك تواظب على السنه. فعشان كده كان العلماء يحبوا يختاروا من السنه ما يستطيع ان يواظب عليه، لان احب الاعمال عند الله هي ادوارها ويبقى السنه. زي برضه اللي حافظين قران ناسيينه، يقعد يقرا ورد قران كده وما يراجعش، في حين ان هو واجب في حقه انه يراجع ما نسيه، مش يقعد يقرا قران كده وخلاص ويقول انا ختمت ختمه واثنين وثلاثه وبعدين. طب ما انت كنت حافظ وناس راجع اللي نسيه، لان واجب عليك انك تراجع اللي نسيه. وما تنشغلش بسنة قراءة القرآن، لأن دي قراءة القرآن سنة تطور كده برضه. فلازم كل واحد يشوف إيه الواجب عليه يعمله، أحب الأعمال عند الله ما افترضه عليه. طيب الفرض ده مهم تهتم بيه، وبعدين بعد كده النوافل جميل، ولا يزال عبد يتقرب بين النوافل حتى واحدة. يبقى إيه الفريضة أهم حاجة. إلا أن وافق عادة ولو مرة، فقلنا إيه في نصف شعبان إذا وصله بما قبله. كمان عادته صيام يوم وإيه وإفطار يوم إلى آخره. أيوة كمان كان يفرض الصوم برضه في نصف تفرض الصوم، يصوم يوميا على طول ما يقطعش، ده اسمه يفرض الصوم برضه. ده ماشي ما يضايقوش، ده يقولوا له بكره ان بكره يوم الشك هو ماشي برضه صيامه على طول. في ناس كتير من الصحابه كانت تفرض الصوم والنبي كان يتركه واقرهم على ذلك لانهم كانوا لا يضعفوا به. وكثير من العباد كانوا يفرضوا الصوم مفيش مشكله ما عدا الايام اللي فيها التحريم، يعني كثير من العباد كان يصوم طول العام ويفطر 5 ايام بس، اللي هو يومين الفطر وثلاث ايام العشاء طول السنه خالص، لان هو يعني ما بيساويش. فاذا كان من هذا النوع بيفرض الصوم يبقى ايه لا يصوم. او كان يصوم الاثنين والخميس، وقول فوافق صومه يوم الشك اي فوافق يوم صومه بحسب عادته يوم الشك. وبرضه احنا يوم الشك عندنا احنا في زماننا ده على فكره ممكن تضيف عليه حاجه، اختلاف الايه الدول في رؤيه الهلال. يقول لك السعودية شافوه، مصر ما شافوهوش، وناس طافت مع السعودية وناس ما طافتش مع السعودية، بتبقى برضه شك، فده يوم شك، مش كده برضه؟ أي رؤية أدق ما تعرفش، أي رؤية أدق؟ هل دول راعوها؟ راعوا شروط الرؤية؟ هل خدوا راعوا شروط الشهود اللي شافوا؟ ما يمكن واحد ما تنعقدش شهادته، قال أنا شفته وخدوا بيه وهو أصلا شهادته لا تنعقد، فهيبقى في نوع من الخلل في ذهن الانسان المسلم. وعشان كده في الحاله دي عشان يخرج من الازمه دي يضيفوا الى يوم الشك فلا يصوم
الا اذا كان تبع البلد اللي هو اعلم. لكن ما تجيش انت قاعد في مصر تقول انا هكون تبع السعوديه وعايد من السعوديه، انت قاعد في مصر تمام كده، رؤيه مصر اللي صح مش كده. لكن لو انت قاعد هناك في السعوديه والله مسؤوليه، قال لك كون بكره حاضر عايد بكره حاضر بس. لكن ما ينفعش تبقى انت قاعد في القاهره وبعدين المفتي بتاعنا يقول لنا بكره 30 شعبان وانتوا رايحين تفتح الراديو الساعه 2 قبل الفجر تعرف ان السعوديين صايمين تروح ناوي صيام، ما ينفعش. لو عايز بقى تكون سرا ولا تعلم، لك ان تكون سرا ولا تعلم في هذه الحاله، ولا تعلم الناس علشان ما تبدلش الناس وتبدل افكارهم، لان الحنابلة عندهم يستحب صوم يوم الشهر بهذا النوع خروجا تحريا للعباده، يقول لك تحريا للعباده. لكن ما قالوش يستحب تعيد بدل، واخد واحد بالك خدت بالك تحريا لبدل رمضان ده. فاذا كنت هتبقى حنبلي في المساله دي مفيش مانع، لكن لا تلزم الامه كلها ولا تبلبل الناس العوام في المساجد وتعمل شوشره على الناس. فكل واحد يصوم زي ما مفتي البلد اللي مقيم فيها بيقول، وخلصنا ورايح مصر. انا كنت في ايران من حوالي 7 سنين كده، وكنت جيل 30 شعبان كنت هناك، كنا احنا انا كنت رايح الامارات، الامارات كان ثاني يوم صايمين. انت في ايران دول هيصوم ولا مش هيصوم؟ تمشي زي ما بس رايح نفسك ما تشتتش نفسك. شوف انت اصلا الارض اللي انت قاعد عليها دي تبع اني مفتي، وامشي تبع ورايح نفسك سهل. وله صيام يوم الشك ايضا عن قضاء ونذر يوم ونذر. هذا اشاره ببعض صور السبب ايضا، فهو تكمله للمثل، فانه اقتصر على صوره العاده لكونها الوارده في الخبر السابق كما مر، وقول ايضا اي كما له صيام لموافقه العاده، وكلمه ايضا مقدمه من تاخير، والاصل وله صيام يوم الشك عن قضاء ونذر ايضا، وله صيامه ايضا عن كفاره وبامر الامام في الاستسقاء. يعني ايضا ممكن تجيبها مقدمه وممكن تاخرها. يعني تقول مثلا حضر محمد وايضا عبد الله الدرس، ممكن تقول حضر محمد وعبد الله ايضا، يعني ممكن تجيبها مقدمه وممكن تجيبها مؤخره. دي ايضا كلمه ايضا. بالنسبه للسفر ده، ان انا رحت البلد اخرى وخرجت اخرى اخرى وطلعت صمت 28 تعيد وعليك قضاء يوم وتعيد. امال ايه يعني؟ تقول ما راجعش يعني مش هجاوب حد وتصلي صلاه العيد وكل حاجه تحضر خطبه العيد عادي. وبعدين انت تحسب بقى صمت كم من لقيتهم اقل من 29 يبقى عليك تكملهم 29. نعم؟ راح ايران نزل على الامارات بدا لا في الحاله دي بقى، لو هو وصل لبلد ثاني ولقى نفسه كمل 30 يوم يفطر سرا. يفطر سرا ويصلي العيد معاهم ثاني يوم. واضح؟ عشان ما يفرقش اجماع الناس ده. طالما هو عدى ال 30 يوم خلاص طمن. وراح بلد بسبب اختلاف الرؤى لقى نفسه هيكون معاهم 31 ما ينفعش. لان اقصى مده الشهر ايه؟ يبقى هو عنده يقينا اليوم ده حقه يوم فطر. فيفطر لكن سرا برضه. كويس؟ لو صاموا بقى حرام مثلا؟ لو صاموا حرام، لانه هنا يبقى كانه بيصوم يوم الفطر ولا ينعقد ويحصل. لان هو رمضان اقصى حاجه دي 30 يوم، وال 31 ده اسمه واحد شهر، مفيش 31 رمضان اصلا. كده برضه؟ عن قضاء. طب افرض قاعد في القمر، هو اصلا ساكن في القمر، عامل فيلا وقاعد في القمر، يصوم تبع رؤيه اهل الارض، يتصل بالموبايل ويعرف، ويبقى ام القرى، ميقات ام القرى حيث نزل القران، يصوم معاه ويفطر معاه سهل، ويعرف مواقيت الصلاه للصلاه. قاعد في المريخ يتصل بالكوكب الارض، لان احنا متعبدين على كوكب الارض مش على المريخ. ما هو افرض بقى، ما كلها حاجات بقى ايه يعني، خيالات في الذهن فقير. يقول ايه؟ اعمل ايه؟ طب افرض ان انا طلعت في سفينه فضاء وقعدت كده سنين طويله في الدنيا،
قاعد بيلف وبيكتب يعني عايز يصوم رمضان وعايز يصلي وعايز يعمل ايه، يبقى هيمشي على مواقيت اما بلده وجهاه، اما البلد بتاعته اللي هو طالع منها اللي هو انطلق منها، يا اما على مواقيت ايه ام القرى، والاثنين صح، الاثنين وجهان صحيح، يختار اللي يعجبه. مش يقول انا قاعد بقى عند الهلال، يبقى مش هيجيب ابدا، ما هو قاعد فوق الهلال راكب فوق الهلال ما ينفعش، لانه مكلف مكلف، خدت بالك؟ مهمه الحاجات دي، لان الحاجات دي هي دي الحاجات بتنعش عقليه الفقيه، الافتراضات دي كلها بتنعش عقليه الفقيه علشان يعرف ازاي يتصور المسائل في الظروف المختلفه. واصلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان المسيح الدجال هيخرج 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع وربطت الايام كهذه الايام، الصحابه قالوا له هل اليوم الذي كسنه يا رسول الله يكفينا صلاه يوم واحد؟ مش كده برضه؟ شوف الصحابه المفروض يفكروا، انت بتقول يوم كسنه، طب نصلي في اليوم اللي كسنه ده خمس فرائض بس؟ انا الرسول صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، لان النادر لا حكم له، القاعدة ايه في الفقهية؟ النادر لا حكم له، يبقى ارجع للعادة، ترد إلى عادتها، زي برضه المرأة إذا ايه حصل اضطراب في العادة فإذا الدورة الشهرية ترد إلى عادتها، لأن النادر لا حكم له، يبقى عندنا قواعد فقهية تبقى ذهن الفقيه رقيق عليها، والنبي هو اللي رسمها في ذهن أمته من خلال ايه إرشاداتي ومن خلال ايه يعني توجيهاته للأمة وأحاديثه النبوية الشريفة، فهو اللي صدر هذه العلوم كلها النبي صلى الله عليه وسلم في عقول وقلوب امته صلى الله عليه وسلم، بحيث ان هم يستطيعوا انه يستنبطوا الاحكام على مرور الايام ولا يحتاجوا لنبي بعد، فيه الكفايه صلى الله عليه وسلم، فما يحتروش يعني. عن قضاء بيقول هنا ايه، وله صيام يوم الشك عن قضاء ونذر ايضا، وله صيام ايضا عن كفاره، وبامر الامام في الاستسقاء، احنا عارفين ان اداب صلاه الاستسقاء ان الامام بيقول للناس، امام المسلمين يقول للناس صوموا ثلاث ايام، وثالث يوم يخرجوا يصلوا وهم صايمين، على اساس يعني استقارة الى الله، يعني بياخذوا اسباب قبول الدعاء، الصيام والصدقه والصلاه. كويس؟ فلو قال الامام امر الناس ان هم هنصلي صلاه الاستسقاء فصوموا هذا اليوم، واخد بالك؟ وكان اليوم ده مش شك يصوموا بامر الامام. واضح؟ قوله عن قضاء اي ولو لمندوب، كان فاته يوم عرفه او يوم عاشوراء، فان يندب قضاء، عندنا احنا يندب قضاء السنن عند الشافعيه مثلا، يندب قضاء السنن، يعني السنه تسنى ان تقضى. واضح؟ السنه تسنى ان تقضى، والفرض يجب ان يقضى. سهل الحكاية صيام غيب، فافرض انت مثلا فاتك صيام عاشوراء، عاشوراء ده 10 محرم، واخد بالك؟ وبعدين انت كنت مشغول في مشاغل كتيرة لحد ما جاي يوم الشك ده وعايز تقضي يوم عاشوراء، حبسك حبسك، لك ان تصوم قضاء عن عاشوراء، او قضاء عن يوم عرفات اللي فات اللي انت ما صمتوش، كل ده يجوز، واخد بالك؟ لان يسن ايه قضاء السنه. وعرفوا منين ان يسمى قضاء السنه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في وقت الكراهه بعد صلاه العصر صلاه، سالته عنه ستنا عائشه فقال هي صلاه كنت اصليها بعد الظهر شغلني عنها وفد بني فلان. يعني قالوا الظهر شغلوك ما صليت سنه الظهر اللي بعديه. فضل قاعد معاهم لحد ما جاء اذان العصر وصلى العصر. فلما روح بيته لقيته بيصلي بعد العصر. فسال سيدنا رسول الله ما هذه الصلاه يا رسول الله؟ لانه نهى عن الصلاه بعد العصر. فقال تلك صلاة كنت أصليها بعد الظهر شغلني عنها وجد بني فلان. فاستدل الإمام الشافعي وكذلك الشافعية على استحباب قضاء السنن. واضح؟ يسام لو واحد متعود يصوم اثنين وخميس مش نازل عادة وفاته صيام يوم لسفر أو لمرض يسن أن يقضيه. يسن ولا يجب. دي قاعدة عموما في إيه في كل انت متعود كل شهر معين او في المولد النبوي تذبح عجل توزعه للناس. بقت عاده عندك وده امر لطيف كويس ربنا بيحبه انك تطعم المفاتيح.
واخد بالك ازاي؟ وده امر قربة. فبالك المولد النبوي ده كنت انت مسافر مشغول بتاع، لما ترجع في وقت ان شاء الله مش راضي استرجع، تجيب العجل بتاع كل سنه ده وتروح موزع طبعا، لان اللي بيقطع عدد خير بيبتلى. انا كانت عندي عيانه الله يحيرتني مره من 10 سنين، كنت عامل لها انا زمان عمليه من اكثر من 15 سنه، وسبت من الصعيد وجات المستشفى عندها اعراض غريبه كده، دخلتها المستشفى لميت عليها كل التخصصات مش لاقي فيها حاجه، لكن عندها شكوى فعلا كل يوم ما تاكلها تتقايل، نعمل من الزفه دي نعمل. فمره كده بدردش معاها فبتقول لي اصل انا من عادتي يا دكتور كنت بذبح عجل كل سنه ولا مش عارف خروف ولا ايه، وبذبحه في مولد مش عارف مين، وانا السنه دي اصل مش عارف يا ستي. قلت لها اطلبوا بتوع البلد وخليهم يذبحوا الخروف ويوزعوا لي الناس، تصدق انما عملت كده خفت؟ والله خفت اتحسنت. فبيحصل ان الانسان لما يبقى ليه عاده زي اصحاب الايه الجنه، اصحاب الجنه خفه القلم، كان ابوهم متعود كل ما يقطع الجنه بتاعته اللي هي الجنينه بتاعته دي لازم الفقراء يجيبوا جزء. جه بعد ما ابوهم مات العيال قالوا لا ده ابونا ده بقى يعني كان بيضيع حدود واطفال، احنا هنطلع بقى واقسموا لا يصيبونها مصبحين ولا يستثنون. فقال احنا هنروح في السر ولا نقول للفقراء ولا بتاع، وما قالوش حتى ان شاء الله. فقام ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ بعت لهم طائف يعني زي ما تقول يعني اسمه ايه دلوقتي برق ولا مش عارف ايه اي حاجه كده سماويه، آفة سماويه ضيعت الثمار بتاعتها، لدرجه دخلوا على الجنينه بتاعتها قالوا ايه ده مش بتاعتنا دي، ده احنا تهنا ولا ايه؟ فاتحرم. يبقى قطع الخير المعتدى عليه يقطع عنك مدده، واخد بالك؟ وعلى ذكرها عند جميع العلماء يقول لك كده، يقول لك اذا كنت انت معتاد عمل خير معين ما تقطعوش لان هيتقطع عنك المدد ده، فاذا قطع المدد وانت مستقر الى الله تنضر، مش كده برضه؟ فالواحد يشوف الحاجات اللي متعود يعملها خير ما يقطعش، يقوم ربنا سبحانه وتعالى باستمرار يمده بالخير، لان ايه كل ما يمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ولا يمن الله حتى تملهم يقطع ثم خير عنك الا اذا قطعت انت خيرك، فان استمريت في خيرك تلاقي ربنا برضه مستمر فيك. حد معين من حد ده اللي هو ايه يعني صفوان بن معاص، عارف انت قصه الافك؟ يعتبر من السجاير اللي بيجيبها من الفلوس الثانيه وبياكل من فلوسك انت تمام. صفوان بن معاص كان راجل من اهل بدر وقريب سيدنا ابي بكر، وكان راجل فقير جدا، ولما حصلت حادثه الاف صفوان بن معاص ده سيدنا ابو بكر كان بيديله مرتب شهر يعني عايش على الكتاب وقريبه، فايه اثار الشائعه واتكلم في عرض الستين عاش. قام راح سيدنا ابو بكر قطع عنه الصدقه اللي بيديها علشان ده عكس في بنته، قطع المعونه بتاعته. قام نزلت الايه ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ده بقى ولا اللي بيشرب سجاير ايهما اشد فضلا؟ اللي اثار شائعه وقذف محصنه وام المؤمنين وزوجة النبي، ولا اللي بيشرب سجاير؟ ده اللي بيشرب سجاير جنبه ولد. يبقى انا اولياء الله الصالحين يعني. فعلشان كده انت ما تنفعش خيرك عن انت. واخد بالك؟ خلاص. في كل كبد رطبة أجر. في كل كبد رطبة أجر. شوف كلام النبي العام حلو ده. فما تنفعش خيرك حتى لا يقطع الله عنك خطيه، واحسن كما احسن الله واحسن كما احسن. الواحد ياخد باله. لان كيفية التعامل مع الله دي مهمة، ازاي تعرف تتعامل مع الله؟ عندك صياغة كده في ذهنك، ازاي تتعامل مع الله وهو بيفتنك في الناس؟ ما هو بيختبرك في الناس. يوم ما وجعلنا بعضكم من بعض الفتنه، مش كده؟ ربنا بيختبرك في الناس انواع كثيره، وشوف بقى انت بتتعامل مع الله ولا بتتعامل مع الناس. فلو كنت بتتعامل مع الله مش هتقطع خير، واضح؟ انما لو بتتعامل مع الناس، اللي بيتعامل مع الناس مخلص ما حلفهمش حاجه. يبقى علشان كده
أو ولو لمن دوك أنسته يوم عرفة أو يوم عاشوراء فإنه يندب قضاء. تفهم من الجملة دي إن الشافعية يستحب قضاء السنة، واضح؟ ولو في يوم الشك، ومحل صحة صومه عن القضاء إذا لم يتحرى إيقاعه فيه، بحيث إن ما يكونش برضه إيه يتحرى يوم الشك ويقع فيه القضاء بتاعه، يعني ما يبطل غلاسة، لكن لو فارقه ما يجرى، إنما ما يبقاش يتحرى يعني تنين. فلو أخر قضاء اليوم الذي عليه ليوقعه يوم الشك لم يصح كما يقتضيه القياس على نظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. وقوله أنذر أي ونذر أي كأن ينذر صوم يوم فله أن يصوم يوم الشك عنه، وليس المراد أنه ينذر صوم يوم الشك، يعني نذر مش متعلق بيوم الشك، يعني قال لله عليه أن يصوم يوم، مش قال لله عليه أن يصوم يوم الشك، لا يوما مطلقا، فلم يوصيه إلا جاء يوم الشك له أن يصوم. أو أن يوم كل يوم ثلاثة سنة وصبت يوم الشك مثلا، لكونه ليس قربة، لا يجوز نذر صوم يوم الشك، لأن صوم يوم الشك ليس قربة، فلا يجوز له أن ينذر، لكن له أن ينذر صوم يوم عاشوراء، ويصير صوم يوم عاشوراء بالنسبة له فرض، وبالنسبة لباقي الأمة سنة، بالنسبة له فرض ليه؟ لأنه هو نذر عدم، واضح؟ طب الشك يبقى أعظم، هيبقى 70 درجة. ثواب النذر بالنسبة للسنة 70 درجة على طول، اليوم 70. بس ايه؟ بس انت ملزم بيه، واخد بالك؟ ألزمت نفسك بيه، فلازم توسل، ولو كنت مريض يجب القضاء، ولو ما كنتش مستطيع يجب تقل المسكين، كأنه رمضان، كأن بقى الفرائض تحقق رمضان واليوم اللي انت لم نذر كمان، فاهم؟ فاللي يقدر على النذر يوسل، لأن لو لم يوسل يعاقب، ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله، يعني ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فربنا عاب عليهم عدم رعايتها بالرغم من انهم نذروها على انفسهم، مش كده؟ واثنى على المؤمنين ان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالوفاء بالنذر مطلوب. لا فهم الذكر فان النذر لا يغير القضاء. ده نذر ده النذر اللي هو ايه؟ نذر البخيل. اصل النذر ثلاث انواع، نذر قربة ونذر محرم ونذر بر، كويس؟ النذر القربة اللي هو نذر البر، نذر قربة ونذر مشروط، واخد بالك؟ ونذر محرم، يبقى ثلاث انواع. نذر مشروط اللي هو ده، تقول يا رب لو شفيت لابني هعمل كده، اهو النوع ده بقى ما يغيرش القضاء، لكن انما يقتطع من البخيل. الرسول قال ايه؟ يقتطع من البخيل، لانه في اساءة ادب، كانه بتقول يعني يا ربنا اعمل لي كذا وانا اعمل لك كذا، ما يصحش يعني كده، لكن ينعقد ويجب الوفاء به. يبقى النذر المشروط يسموه نذر العوان، العوان معظمها يعملوا الحكايه دي، العوان يقولوا لله علي كذا لو ربنا خرج معنا فيه، تمام؟ العوان يقولوا كده، فده اسمه نذر العوان. العلماء ما يعملوهوش لانهم يخافوا من معامله الله بالمثل كده، لكن ينذر بلا سبب، بلا شرط، يسموه نذر بر. يقول لله علي ان اصوم مثلا الاثنين والخميس ما احييك، او لله علي ان مثلا اختم القران اسبوعيا ما احييك، شيء من هذا، مش من غير ايه مقابل معين، فده اسمه نذر بر، يجب الوفاء به ايضا وثوابه عالي. والنذر المشروط مكروه ويجب الوفاء به، واخد بالك؟ هو ده اللي لا يغير القضاء. والنذر المحرم يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به، النذر المحرم يقول لله علي ان اقطع صلتي بعمي فلا ازوره ابدا ما احييه، صله رحم، صله رحم واجبه، نذر ان يقطعها حرام، نذر قطيعه حرام، واضح؟ يبقى في الحاله دي يأثم لو وفى به، ويجب قطعه ويرفع معسكر المساكين، يعامل معاملة اليمين، واضح؟ بس ويوم الشك إلى آخره. هذا تعريف ليوم الشك، وقول يوم الثلاثين من شعبان ومثل تاسع ذي الحجة إذا شك فيه بأن لم يرى الهلال في أول ليلة الخميس مثلا مع الصحر، وتحدث مرض رؤيته
ولم يعلم عقل رآه أو شهد برؤيته عبد ممن ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد. يعني بيقول لك يوم الشك ده يوم صح وما فيش بني آدم شاف الهلال وطلعت إشاعة كده من الهلال ده، لكن إشاعة من الناس لا تقبل شهادتهم كويس، يبقى لازم يوم شك. واضح؟ ده نوع من أنواع أيام الشك. وعدد من من ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد وفسق أو فسق فيشك في يوم سبت الجمعة القابلة هل هو عاشر نظرا لاحتمال أن يكون أول الشهر الخميس أو تاسع نظرا لاحتمال أن يكون أول الجمعة، فهو يوم شك فلا ينعقد صوم ويحرم، وإن وافق عاد له أو وصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نفس أو غير ذلك، وبهذا فارق يوم الشك المعروف وهو المعتمد. في يبقى يوم شك في عرفة وفي يوم شك المعروف اللي هو بتاع شعبان 30 شعبان. يوم الشك بتاع عرفة ده اللي هو شكه في الرؤية بحيث إن ده تاسع محرم ولا عاشر محرم، ده يحرم صومه ولو قام قبله ولو وافق عاد له، ملوش استثناء. بخلاف إيه؟ يوم الشك بتاع شعبان هو ده اللي ليه استثناءات وليه سوى. انما الثاني ده بتاع الشك بتاع عرفه ده يحرم على كل الاحوال. واضح؟ ويحرم وان وافق عاد له او وصله بما قبله او صمه عن قضاء او نذر او غير ذلك، وبهذا فارق يوم الشك المعروف اللي هو بتاع 30 شعبان. وهذا هو المعتمد عند الشيخ الرملي ومتابعيه، وكان الشيخ الجوهري يعتمد جواز صومه حتى ألف في ذلك رسالة. وإذا اختلف الرملي مع الجوهري نفسي بالرملي، ده اتفاق علماء الشافعية. إذا يعني نفسي حتى الرملي، لأن الرملي كان يسموه الشافعي الصغير الشافعي، حتى لو اختلف مع ابن حجر الهيثم يقدمه الرملي. واخد بالك؟ الاثنين شافعية والاثنين من أصحاب الوجوه والاثنين متقدمين ومعاصرين، فإذا اختلفوا أهل اليمن يقدموا ابن حجر الهيثم، وشافعية البلاد الأخرى غير اليمن يقدموا الرمل بما فيهم مصر وغيرها. شوف ده كان هشام ازاي يكون في تاسع ذي الحجة يوم شك؟ يعني هو شك في رؤية الهلال بتاع أول يوم ذو الحجة. واخد بالك؟ كان هذا اليوم شك. فيبقى عندي احتمال يوم 9 ده يبقى يوم 10 أو يوم 6. مش كده برضه؟ بس. حتى لو فات مجتمع معاصر. حتى لو فات. ما تصوموش بقى. الدواء دي خلاص مش هتبقى موجود، يعني الدواء دي الوقت زماننا ده مش هتبقى موجود لاسباب كثيره، منها اولا الاعلام واضح. كان زمان ما تعلم يعرف رؤيه السعوديه وهو قاعد في مصر عايز 40 يوم، يعني خلاص انتهى. مش كده برضه؟ مفيش اتصال سريع. يوم عرفه الحج بتبقى الناس عارفه، وكل الناس عارفه بسبب الاعلام، والاعلام والموبايلات شغاله والاذاعه والتلفزيون، بقى مجتمع مختلف عن مجتمع زمان. فالصورة دي يمكن ما تلاقيهاش انت في زمنها. خلاص؟ قول إذا لم يرى الهلال ليلتها، أي ليلة الثلاثين، إذا لم يرى الهلال ليلتها، أي ليلة الثلاثين، وأما إذا رؤي الهلال ليلتها فليس اليوم يوم الشك، بل هو من رمضان جزما كما هو ظاهر، وقول مع الصح أي مع صح السماء لعدم الغيم فيها. وأما مع الغيم فليس اليوم يوم الشك، بل هو من شعبان، لأن النبي أفرض الغم عليكم فأتموا. فأمرنا أن نتم يبقى ده من شعبان بحكم الشرع، لأن إحنا مأمورين بإيه؟ بالواقع ليس بنفس الأمر. الواقع اللي هو اللي أنا شايفه بعيني بحواسي اسمه الواقع، نفس الأمر اللي هو عند الله، فقد يكون عند الله مختلف عن الواقع اللي أنا شايفه. كده برضه يمكن الهلال مستخبي ورا الإيه؟ ويبقى هو في نفس الأمر، هي ليلة من رمضان، لكن أنا مش مأمور بنفس الأمر، أنا مأمور بالواقع حسب حواسي. يبقى أنا متعبد بالواقع وليس بنفس الامر. سهلة؟ زي ممكن يبقى في نجاسة على ارض انت لا تراها، انت لا تراها وليست لها رائحة ولم تعد، فان صليت على هذا المكان صلاتك صحيحة، في حين ان المكان ده في الواقع فيه نجاسة نجس، صليت على مكان نجس لان انت متعبد بالواقع وليس بنفس الامر. واضح؟ لو اكتشفت بعد ما صليت عيد، لو اكتشفت جالك واحد مثلا قال لك خلاص انا بتكلم، انت ما تعرفش ومفيش علامه، يبقى انت متعبد بحواسك.
انما مش بايه مش بنفس الامر عند الله. واضح؟ نفس اليوم تفطر ولا بعد ولا نفس اليوم وقت ما يعرف وقت ما يعرف في نفس اليوم وبيه ليله القدر. لا انت ليله القدر دي هديه من الله بحت، هديه منحه من الله. انت عليك انك انت تقيم ليالي رمضان كلها وربنا بقى ايه هو يهديك ليه. واخد بالك بس؟ لان دي اصلها كلها في ايد ربنا ليله القدر، وكل الحواس اللي فيها بعد انطباعها. يقول لك الشمس تلاقيها مش عارف ايه تطلع على السطح كده في خلق كده علامه وخلق السماء عامل ايه؟ اجيبها ازاي؟ قالوا اذا لم يرى الهلال ليلتها ليله الثلاثين، واما اذا رؤي الهلال ليلتها فليس اليوم يوم الشك بل هو من رمضان جزما كما هو ظاهر. وقول مع الصحو اي مع صحو السماء لعدم الغيم فيها، واما مع الغيم فليس اليوم يوم الشك بل هو من شعبان. وقول وتحدث الناس برؤيته هكذا في غالب النسخ بالواو وفي بعضها بالاول، وهي بمعنى الواو لانه اذا لم يرى الهلال ليله الثلاثين ولم يتحدث الناس برؤيته فليس اليوم يوم الشك بل هو من شعبان قطعا، فلا يكون يوم الشك الا مع تحدث الناس برؤيته. يعني كان يوم صحو وطلعت اشاعه ان في ناس شافت الهلال لكن كلامهم غير معتمد عند من افتر بان بكره خدت بالك يبقى هنا في شك، انما ما طلعتش اشاعه واليوم صحو خلاص ده شعبان اكيد مش يوم شك بقى. إلا مع تحدث الناس برؤيته بأن شاع بينهم أنه رؤي الهلال من غير تعيين لأحد رأيه، والمراد بالناس عمومهم لا خصوص من ترد شهادة. فقول المحشي والمراد بالناس من لم يثبت رمضان برؤيتهم فما بعده بيان له غير ظاهر له بل ما بعده صورة أخرى كما سيأتي. ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو سشقة اللي هو الصور الثانية دي. وقول ولم يعلم عدل رآه أي والحال أنه لم يعلم عدل رآه، فإن علم عدل رآه فليس اليوم يوم شك بل هو من رمضان. قول أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة أو أي أو نساء، والمعنى أو شهد بي عدد من ترد شهادته اثنان فأكثر. فالحاصل أن اليوم الشك صورتين، الأولى أن يتحدث نفس الرقم برؤيته من غير تعيين لأحد رآه، والثانية أن يشهد به عدد ممن ترد شهادتهم. فإن قيل كيف يحرم صوم حينئذ مع أنهم نصوا على أن من اعتقد صدق من قال رأيته ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم أول الكتاب، ومن ظنه يجوز له الصوم أجيب بأن حرم الصوم إذا شك في صدق من ذكر من ذكر فلا ينافي الوجوب عند اعتقاد صدقه. يعني ولا في صورة ثانية ان في واحد لا تقبل شهادته عند القاضي فلا يجيز رؤيته، لكن انت تعتقد صدقه وقال لك انا شفت يبقى يجب تحقق صومه هذا اليوم. واسألك ازاي؟ فان ظنيت صدقه يستحب تحقق صومه، وان ظنيت كذبه او عدم صدقه يبقى يحرم صومه. شايف الصور بقى دي؟ والجواز عند ظن صدقه فلا تنافي بين المواضع الثلاثة، خلافا لقول الإثناوي أن كلام الشيخين متناقض في ثلاث مواضع، فإنهما قال في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يحرم. يعني الإمام الإثناوي ما عرفش يقدر يحل الإشكال ده فإن كلامه متناقض، لكن الحل الإشكال إيه؟ إنه يجب لو اعتقد صدق من قال، والقائل هذا لا تعتمد شهادته عند إيه؟ عند القاضي. واضح؟ يبقى يجب في حقه ان يصوم. طيب ويجوز ان يصوم امتى؟ اذا ظنه ويحرم اذا اعتقد كذبه. ما هو هنا ولي الامر مش هيلزم الناس، هنا على نفسه. انت مؤاخذ باعتقاد نفسك، انا معتقد صدق هذا الانسان وقال لي انا شفت. واخد بالك ازاي؟ وانا معتقد صدق هذا الانسان، وهذا الانسان عند القاضي ما بيعتمدوش لاسباب كثيره. لا انت مسؤول امام ربنا باعتقاد نفسك على فكره. فاذا استقر في نفسك ان ده صادق
فازاي بتعدي اليوم ده ما تصوموش؟ ما هو يبقى رمضان دون اعتقادك وربنا هيأخذك على اعتقادك دون ان يعلن. يعني دون ان يعلن لان لا لا يبلغ الناس، لان انت معتقد صدقه وغيرك لا يعتقد صدقه. بعد اذن حضرتك وبعد كده لو المفتي قال بعد اليوم ده وبقى رمضان 30 يوم يبقى انا كده كنت 31 يوم. لا يبقى انت في الحاله دي هتفطر اليوم ال 31 ده هتفطره دون ان تعلن بره، زي ما قلت الاولاني ما علمتش تفطر ده وما تعلنش. واضح؟ بس. لان انت ليك 30 يوم وقدر. الصور دي كلها على اي حال، اصل كان في ناس ساعات مجازيف كده والناس كانت تعتقد فيهم الصلاح. بتحصل كده، اذا ما نزلش هو مخه طاير الى عنده حاجه تغير منه، والناس يقول لك على الراجل ده ما نجيبش ابدا. يجي يقول لهم كده انا شفت الهلال. يوم واحد من اللي بيعتقد فيه ويسلم له الامر يصوم، لكن القاضي شايف الواد ده مبذول ده ما يحتاجش. فهمت بقى الصور دي؟ يعني طب في مصر كانت معظمها مجازين زمان. اه والله لحد دلوقتي. على اي حال المبذول ليس شتيمه عموما، لان نوع من الاولياء اسمه مبذول، في انواع من الاولياء اسمه مجازين، اللي هو من باب يجتري اليه من يشاء ويهدي اليه من يشاء. ففي ناس مجتبى، فالمجتبى ده احيانا يكون مجتبى حبره ولا يتحمل فمخه يضرب منه ويبقى والي بس مخه ضرب. يبقى والي صحيح يقول لها بس مخه ضرب منه لانه ما تحملش الكشف. وفي ناس بقى حالهم كامل يبقى شايف كل حاجه وقاعد معاك كده ولا كانه شايف حاجه. ده الكمل دول. وترى الجبال تحسبها جميله وهي تمر مر السحاب. دول المشايخ الكم. فهو بيقول لك هنا عرفت بقى المواضع اللي حصل فيها ازمه عند الامام الاثناوي. الامام الاثناوي ده كان مربيك مثلا في الفهم على فكره. الامام الاثناوي الامام الحلاوي، وبالرغم كده هو ربنا علمك حته ساكت عليه. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده ازاي. واحنا يعني بالنسبه لذكاء الاثناوي ده ولا حاجه ولا بيحصل حاجه بالنسبه له. لما تقعد تقرا في كتبه وتقرا ازاي كان يقعد يشرح الاصول، راجل عقليه ما فيش اعلى منه. كان من اثنا علامه كبيره. وفي ووجه عدم التنافي بين ان موضع الوجوب محمول على من اعتقد صدق من ذكر، وموضع الجواز محمول على من ظن صدقه، ويقع الصوم فيهما عن رمضان اذا تبين كونه منه، وموضع الحرمه محمول على من شك في صدقه. فاهم؟ حلها لك الشيخ البيجوري. قوله ومن وطئ في نهار رمضان، هنخش بقى في اسباب الكفاره. دي موضوع جديد. هنتكلم كده بس نخلص حته بس علشان احنا لينا لحد 8 و10. نبتدي الحصه تخلص 8 و10. ومن وطئ في نهار رمضان في حال كونه عامدا في الفرض وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوقت لأجل الصوم فعليه القضاء والكفارة ويعتق رقبة مؤمنة. وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لكل مسكين مدة، أي مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. يبقى أول نوع يجب عليه الكفارة من وطئ عمدا في نهار رمضان. قضاء الكفارة يعني. وكل عليه قضاء طبعا لو ما صامش. لكن مين اللي عليه قضاء الكفارة؟ أسباب الكفارة. واخد بالك؟ الكفارة نوعين، كفارة عظمى وكفارة صغرى. الكفارة العظمى اللي هي صيام يعتق رقبه من صيام شهرين متتابعين او 69 مسكين، ودي لا تكون الا في الوقت عمدا في الفرض لمن يعلم بالتحريم ذاكرا للصوم غير مكره بالشروط دي كلها. واضح؟ طيب واللي وطأها عليها كمان كفاره عظمى؟ لا ما عليهاش، لان هي افطرت في الحال بمجرد الادخال قبل الجماع، فاذا كانوا جماعه بعد ما افطرت واكلت فكانها يقترب بايه؟ بغير جماع. يبقى عليها الكفاره الصغرى. يبقى المراه عليها الكفاره الصغرى والراجل هو اللي عليه الكفاره الاولى. فاهم؟ ليه؟ لان المراه افطرت بمجرد ادخال الحسكه قبل اتمام عمليه الجماع فقط.
كانها ادخلت لبوس مهبله افطرت، لانها ادخلت طعام في فمها افطرت، يبقى كانها افطرت بغير جماع. واضح؟ ده بالادخال، بادخال شيء في فرجها مش بالجماع. لما تم الجماع كانت فطرت خلاص بمجرد الادخال. فهمت بقى القصه؟ يبقى المراه ليست عليها كفاره عظمى على اي صوره. واضح الحكايه سهله؟ فهمت الحته دي؟ تغيب على كثير من الناس، تغيب على كثير من الناس. فاهم ان الستات عايزين ايه؟ يصوموهم كمان شهرين متتابعين. لا، هي غيظك تصوم يوم واحد وتطعم مسكين واحد وخلصنا على كده، وانت عارف بقى ايه؟ شيل انت الازمه. هو لا يفهمه ولا شيء. عشان انت اخترت. هو لا يفهمه. انت اصلا اللي اتجوزت، ايه اللي خلاك تتجوز؟ مين اللي بيتجوز؟ حضرتك قلت كلام الصور، حتى لو هي قامت بدور مثلا الفرد العظيم. تأثم بقى لجهة ثانية، تأثم لجهة ثانية ان هي اعانته على فعل محرم، تبقى تأثم عليها التوبة ولكن ليس عليها الكفارة له. يعني انا بيقول لو اغرست مثلا، لو اعانته على ايه وهي عالمة بالتحريم، عالمة تبقى تأثم ولكن ليس عليها الكفارة له. يبقى ومن وطئ في نهار رمضان في حال كونه عامدا في الفرض، بيقول هنا قوله ومن وطئ الى اخره، هذا شروع في من تجب عليه الكفار بسبب الافطار بمفطر من المفطرات السابقه. احنا قايلين المفطرات السابقه ايه هي؟ اكل شرب جماع، ثلاث حاجات سهل، اكل شرب جماع مش كده برضه؟ فجميع المفطرات لا كفاره فيها الا الوطئ للشروط. يبقى احنا لو واحد افطر عامدا ما عليهاش ايه الكفاره العظمى اللي احنا ايه قايلين عليها. فجميع المفطرات لا كفاره فيها الا الوضع بالشروط التي ذكروها، فتجد فيه الكفاره لقبر الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه، جاء رجل وهو صخر بن سلمة البياضي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم مسكينا مسكينا؟ قال لا. ثم جلس لما النبي عرض عليه ده كله، قال له كله لا. فقال له طب اقعد نشوف لك حل، اقعد. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر وهو بفتح العين والراء مكتل ينسب من خوص النخل. يبقى العرق ده عباره عن بكيله كده معموله من خوص النخل مليانه تمر، حوالي ايه تكفي 60 مسكين. جت هديه للنبي وده قاعد، قال له يلا خدها يا عم مثلا 60 مسكين، خد يا عم دي. قال له وانا حلاقي افقر مني انا واهلي؟ يعني برضه ملوش حل. فهمت بقى القصه بتاعته؟ ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل، وكان فيه 15 صاعا، وكل صاع 4 أمداد، يبقى 4 15 بكام؟ 60. والمسكين ياخد مدة يبقى 60، جاي له بالمقاس يعني بتاعت ربنا بقى، بقتها له كده حلو. فالجملة 60 مدا. فقال تصدق بهذا؟ فقال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها أي جبلي المدينة أهل بيت أحسن إليه منا. فضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ودي من كمال شفقة النبي الأمي، وكأن النبي تحمل عنه، كانه قال له خد دي يا سيدي اطعم اهلك وانا حايه وانا حاطعم عنك بالنيابه عنك 60 مسكين، ما تقلقش. روح حللوا الاشكال. يبقى من كمال شفقه النبي لامته صلى الله عليه وسلم. ثم يحتمل ان يكون المراد اطعم اهلك على وجه الصدقه مني عليك مع بقاء الكفاره بذمتك، وعلى هذا فلا اشكال. ويحتمل ان يكون المراد اطعم اهلك على وجه الكفاره مع كون اهله 60 مسكينا، وعلى هذا يشكل بما نص عليه من انه لا يجزئ اعطاء الكفاره لمن تلزم من كسر نفقته، واجيب بان محل عدم الاجزاء اذا اعطاها لمن هم من عنده، بخلاف ما اذا اخرجها غيره عنه كما هنا فيجزئ. يعني بعض العلماء قال لك ما هو يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اطعم اهلك، ويبقى اهله دول مساكين وان كان واجب النفقه عليهم فيجوز، لانه هو اللي اداله المال ده من المال ده من بتاعه،
لو كان بتاعه لا يجوز يطعمهم، لكن هو الداود ده حل. وانا اميل للراي اللي قلته لك ان النبي تحمل عنه واداها له كده مطلق هديه، وده الراي اللي انا اميل ليه يعني. او ان ذلك خصوصيه كما سياتي، ما قالهاش الراي بتاعي على كده، لكن ده الراي ده بتاعي وذكره القاضي ايوه، واخد بالك، وانا اميل له يعني. ولو وطئ في يومين لزمه كفارتان. افرض وطئ مرتين في اليوم ده، يبقى عليه يصوم يومين ويأتك رقبتين، او يصوم اربع شهور متتابعه غير اليومين. واضح؟ ولو وطئ في يومين لزمه كفارتان، بل لو وطئ في يومين، يومين منفصلين لان كل يوم عباده، لكن لو وطئ مرتين في يوم خلاص ما وصل للاولانيه، افطر بالاولانيه خلاص عليك كفاره واحده. واضح؟ لكن يبقى الوضع الثاني ياثم ليه؟ لعدم احترامه حرمه الزمن. لكن هو افطر افطر. واضح؟ طب افرض عايز ايه؟ رب الكفاره العظمى عايز يعمل كده، يشرب كوبايه ميه ويجامل ويبقى عليه كفاره واحده. سهل يوم واحد. ده لو فقيه بقى. ده لو فقيه بقى. ازاي؟ بيتلاعب. حرام في كل الاحوال حرام، بس هو يعني عايز يحل الاشكال يعني عايز يزاهد على نفسه، واخد بالك؟ بس حرام بس. بص الشهر على حسب الشهر المجال يعني، هو مثلا ياخد اول شهر ويصوم عربيين وخلاص. افرض ما فيش، يبقى عليه 60 يوم لليقين، واخد بالك؟ بس ومتتابعين، وعلشان كده لازم يختار الشهرين في وقت ما يجيش فيه ايام يحرم صومها، والا عليه اعاده. يعني ما ينفعش يجي يصوم مثلا في يبدا الشهرين المتتابعين في شعبان، طب ما هيخلص شعبان يخش في رمضان ده فرض، ويجي يوم الفطر يبقى قطع الشهر، مش هينفع. ما ينفعش يصوم في شعبان بدايه، لا وما ينفعش، ولكن وما ينفعش يصوم من اول شوال، يصوم اثنين شوال لحد تنزل حجر، حلو، شهرين فاضيين. ليه؟ لأن مفيش أيام متخللها يحرم صومها. يبقى يختار، لازم يختار، ودي مشكلة برضه كفارة قتل الخطأ. هتقابلك برضه قتل الخطأ، واحد خبط واحد بعربية، فموت دكتور تحت التمرين، فموت عيان. كل دول يجب عليهم إن هم يصوموا شهرين متتابعين مع الدين. واخد بالك إزاي؟ قتل الخطأ اللي بتسوق العربية مثلا. هذا خطأ، ما هو عليه يصوم شهرين متتابعين برضه، مش الكفارة بس الشهرين المتتابعين ناس متصورة في كفارة الجماع بس، لا، دي ليها صور كتيرة وفي الظهار، واللي بيظاهر يكفر، فعليه برضه إنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماهى، فلازم يعرف يختار الشهرين إزاي. ما يكونش في رمضان. ما يكونش خللهم رمضان، لأن لو تخللهم رمضان هيجي يوم الفطر كمان يقطعهم. أيوه. مش كده برضه؟ هي لو خد رمضان مش شعبان. لا ده رمضان ده فرض لوحده. ما ينفعش. لا 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 ما ينفعش. ولا يختار برضه من اول ذو الحجه علشان هيجي اربع ايام بتوع اللي هو يوم النحر وثلاث ايام تشريق. ممكن تبقى شوال الحجه الوسط. حلو قوي، تسعه تولي تسعه او اثنين شوال لاثنين ذو الحجه ينفع. او من اول محرم. يصوم من اول محرم، ياخد محرم وياخد الشهر اللي بعده سافر وخلاص. انا صمت شهرين متتابعين، كنت شخصت عليهم غلط، وبعدين بسال عليه بعد ما شخصته غلط قالوا لي مات بعد يومين، خفت لكون انا مات بسبب ان انا شخصت، كنت لسه في بدايه حياتي الجراحيه زمان. صمت شهرين متتابعين، كل ما ابويا الله يرحمه كان لسه عايش، كل ما يجي يقابلني يلاقيني صايم. استعجل انت ما تفطرش ليه؟ انا طبعا خايف اقول له ان انا قتلت غلط. ده يزعل؟ ست ايام. بس صمت انا التعليم جربتها سهله يعني. يعني عباده سهله من الافطار. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. والحمد لله ان ربنا يجعل لك حل دي رحمه. ان ربنا يجعل لك حل دي رحمه، حد ذاتها. دي نعمه كبيره، لان ممكن تبقى في حاجات لا حل لها. فهمت بقى؟ فالحاجة اللي ليها حل نعمة. حتى ولو كان الحل ده صعب، مع الحمد لله إن ليها حل. فخد بالك هنا، فقال له قال له إيه بقى؟ قال له وطئ في جميع أيام رمضان.
ولو وقف في يومين لازمه كفارتان في يومين منفصلين يبقى كل يوم كفارة. طيب بل لو وقف في جميع أيام رمضان لازمه كفارات بعددها لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة. طبعا الصور دي كلها نادر تلاقي واحد يعملها يعني. ويكون يعني عارف وعالم بالحكم ومحصى يعني صعب. لكن هو الشيخ يحاول يبين لك الأحكام. أنا جاي لواحد يتجمع كده. جاي لواحد يتجمع كده. كان عالم. كان عالم. كان عالم. حكم. أنا بس كل ده الصيام مش في دماغنا ولا الصلاة في دماغنا. ربنا عالم. طالما عالم عامد واخد بالك يبقى عليه. كويس خليكم طول عمره. لأن صوم لازمه كفارات بل لو وطئ في جميع أيام رمضان لازمه كفارات بعددها لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفاراتها سواء كفر عن الوطئ الأول قبل الثاني أم لا. لا بتكرر الوطئ في يوم واحد لا يعني تكرر الوطئ في يوم واحد ده ما يتعداش الكفارة واضح؟ ولو بأربع جوبات ولو لو مرة كل مرة تجوبة شكل. طبعا هذا الرجل مش موجود الوقت موجود في المتحف. ولا يسقطها حدود سفر ولو طويلا ولا يسقط الكفارة حدود سفر ولو طويلا أو مرض بعد الوقت. اللي يسقطها ايه؟ الجنون والموت. يا يتجنن يا يموت يبقى سفر طبعا واخد بالك. ما لم يتسبب فيهما انما فرض هو انتحر بقى لما لقى عليه كفارات كتيره كده فراح انتحر يبقى هو اللي موت نفسه يبقى رضى حياله ربه لانه ايه جبل نفسه. قول وطئ اي غيب جميع الحسكه او قدرها من فاقدها وان لم ينزل وان لم ينزل بخلاف تغيير بعض ذلك فلا كفاره فيه. لو ادخل جزء من الحسكه بس لا كفاره فيه. لو ادخل الحسكه كلها اللي هي الموضع اللي بيظهر بعد ايه الختان بعد عمليه الختان فلا كفارة فيه لعدم فطره. وخرج بالوقت سائر المفطرات كالأكل والشرب وإن وطئ بعده أو معه وهذه حيلة في إسقاط الكفارة. وإن وطئ بعد الأكل أو الشرب يعني أو معه وهذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإثم. تسقط عنه الكفارة العظمى لكن لا يسقط الإثم لأنه عايز يتهرب وهيلعب على ربنا يعني. ولو علت عليه ولم يتحرك ذكره فلا كفر عليه لعدم الفعل منه. ولو اكل ناسيا فظن انه افطر فوطئ عامدا فلا كفر عليه بالشبهه. كل دي صور. هو كان ناسي فلما كان ناسي افتكر انه خلاص كده افطر يوم فطر فقام جامع جبه فلا كفر عليه وما عنده شبهه. واضح؟ لانه يعتقد انه غير صائم وان كان الاصح بطلان صومه بهذا الوقت لأنه وإن ظن أنه أفطر بالأكل ناسيا كان عليه الإمساك كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبنى خلافه. قول في نهار رمضان نقف عند هذا الحد نكمله إن شاء الله يوم السبت القادم. أيوه. لو واحد وطأ عاملا في يوم تطور هل عليه شيء لا خالص ولا عليه حاجة ولا تأدبه حتى المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه لكن يستحب له قضاء بلا كفارة كفارة السنة. ولو وطئ عامدا في صيام فرض غير رمضان كنذر أو شيء من هذا بلا كفارة عظمى بل عليه قضاء فقط. هنا رمضان ليه؟ لحرمة الزمن حرمة الزمن يعني حتى لو كان بيقضي يوم من أيام رمضان لو يقضي يوم من أيام رمضان في غير رمضان فوطئ فيه عامدا وهو بيقضي يوم من رمضان بس في غير رمضان لا كفارة عظمى عليه عليه قضاء يوم بس يبقى فسد الصوم من اقرب يوم سهل والله تعالى اعلم. لو كان ما يعرفش ساعتها الحكم خلاص يبقى لا كفارة عليه لا كفارة عليه. العبرة يعرفه بعد كده اذا كان جاهله يعذر لجهله. المعذور في الجهل ايه؟ حديث الاسلام نسأل في البداية بقى يعمل غلط. انما لو واحد قاعد هنا في مصر طول عمره جنب الاضحى ويقول انا ما اعرفش لا يعذر لا يعذر من جهل ليه؟ لانه مقصر. انما لو واحد من بلاد بعيده ده عليه كفاره ده عليه كفاره لانه غير معذور جاهل غير معذور. ما لازم يبقى جاهل معذور
رجال معظم حديث عهد الإسلام أو نسع في بداية بعيدة عن العلماء فما ما سألش حقا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. يا لا يبدو من سفعه لا من سفع المرهون لو انتفع الله بالراه هو انا في واحد مجتهد في راه الراه اللي هو انا اللي عليا بقى وانت المجتهد اللي انا خدت شقه راس زي ما تجيب قرار انت بقى لو اتبعت الله كده.